السلام عليكم معكم اسامة عبد العال فلسطيني مقيم في السعودية بكل اختصار انا خلصت ثانوية ورحت اكمل دراسة في تركيا فاضطريت ادخل كورسات انجليش لانه زي ما انتم عارفين الانجليش في السعودية عليك فيه شوية سيء فدخلت اكثر من كورس مع اكثر من تيتشر للامانة للامانة مستر ناصر كان افضلهم ومن اهم الاشياء اللي كان مستر ناصر مبدع فيها كان يعني الطالب اللي يشوف في عنده ضعف معين يركز على الضعف هذا لين يطور له اياه يعني. للامانه مستر ناصر من ابدع المدرسين اللي انا درست عندهم طبعا ما راح تصدق كلامي خلي تجربتك برهانك جرب وعندي صراحه يعطيكم العافيه